درس. فصل. الأستاذ يدرس الفصل. أم قرأ. ابنة. الأم تقرأ لابنتها. طالب المدرسة الإعدادية كتب خطاب. طالب المدرسة الإعدادية يكتب خطاباً. طالب المدرسة الثانوية ذاكر. مكتبة. طلاب المدرسة الثانوية يذاكرون في المكتبة. طالب المدرسة الابتدائية فهم. سؤال. طلاب المدرسة الابتدائية يفهمون السؤال. الأستاذ يدرس الفصل. الأم تقرأ لابنتها. طالب المدرسة الإعدادية يكتب خطاباً. طلاب المدرسة الثانوية يذاكرون في المكتبة. طلاب المدرسة الابتدائية يفهمون السؤال.